طلاب الأعزاء، طلاب وطالبات جيل 2007، يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم من جديد، معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي في هذا الشرح الجديد من شروحات الوحدة الأولى توجيهي 2007. الآن زي ما شفتوا بالفيديوهات السابقة شرحنا الكلمات القطع وبلشنا بالقواعد وشرحنا أزمنة الأفعال كلها. الآن في نهاية الفيديو السابق حكيت لكم أنه رح نعمل فيديو منفصل، نعمل تمارين على التنسز على الأزمنة ونحلهم مع بعض عشان نتدرب على القواعد كلها. هذا الفيديو رح يكون إن شاء الله بث مباشر، رح أعلن عنه لاحقا، لكن اليوم رح نبلش بقاعدة جديدة اللي هي قاعدة reported speech اللي هو الكلام المباشر، الكلام المنقول. وأكيد مرت عليكم هاي القاعدة، بتعرفوها، سمعانين فيها لأنه أخذتوها السنة الماضية، فهي إن شاء الله عملية استذكار. الآن إيش المقصود بهاي القاعدة؟ المقصود فيها إنه إحنا بدنا ننقل الكلام من كلام مباشر حكاه شخص لكلام غير مباشر إحنا نقلناه عنه. يعني محمد حكى كذا وكذا، إذا مش أنا اللي بحكي، محمد اللي حكى، تمام؟ فأنا بدي أحكي الكلام اللي حكاه محمد. لأن في هاي الحالة لما بدي أنقل كلام شخص آخر، كلام محمد، كلام ليلى، كلام whatever، أنا هون لازم أغير بعض الأشياء منطقيا. محمد مثلا بدي يحكي أنا ذاهب إلى المدرسة، لما أنا بدي أنقل عنه الكلام ما بزبطش أحكي أنا ذاهب إلى المدرسة، لا، أنا هو كان يحكي عن نفسه. أنا لما بدي أنقل الكلام بدي أغير الأنا، هاي بتتصير هو محمد حكى هو ذاهب إلى المدرسة. فهمتوا كيف الفكرة؟ ففي بعض الأشياء بدأت تتغير. الآن الأشياء اللي تتغير هي ثلاث أشياء لما بدي أحول الجملة من مباشر إلى غير مباشر. في ثلاث شغلات بدي أغيرها: الأفعال، الضمائر، الظروف. بس هذول الثلاث شغلات اللي بدي اغيرهن بالجمله، باقي الاشياء بتضلها زي ما هي. خلينا نفوت بالتفاصيل. طيب ريبورت سبيتش اللي هي الكلام المباشر، اول شيء بدنا نعرفه انه جمله الكلام المباشر هي بتكون جمله ما بين فاصلتين، تمام؟ ما بين فاصلتين، هيك بعرفها بالامتحان، لما اشوفها بين فاصلتين معناته هي جمله ريبورت سبيتش. اول خطوه بدي اعملها بدي احذف، لما بدي احول تحت هذول بدي احذفهن الفواصل، تمام؟ تمام. الان لازم أتبع الخطوات التالية. الخطوات تبدأ بالخطوة الأولى اللي هي تغيير زمن الجملة. هون شو رجعنا؟ رجعنا على الأزمنة اللي شرحناهم في الفيديوهات السابقة. أول خطوة بدي أغير الزمن، بدي أغير زمن الفعل الموجود في الجملة الأصلية لما بدي أنا أحولها أو أنقل الكلام. طيب كيف بدي أغير الأزمنة؟ بدي أغير الأزمنة بهذا الشكل، هون في المباشر وهون في غير المباشر، يعني المنقول. الآن في المباشر لما يكون عندي مضارع بسيط بدي أحوله لإيش؟ لماضي بسيط. يعني شو عملت؟ أنا رجعت خطوة لورا بالزمن، مضارع رجعته لورا شوي ماضي. لأن لما يكون مثلا مضارع مستمر برضو بدي أرجع خطوة لورا ماضي مستمر، لما يكون present perfect مضارع تام درجع خطوة لورا ماضي تام، لما يكون مضارع تام مستمر بدرجع خطوة لورا ماضي تام مستمر، وهذا لسه ما أخذناه، نأخذه إن شاء الله بالوحدة الجاي. لما يكون ماضي بسيط بدرجع خطوة لورا اللي هو ماضي تام، لما يكون عندي ماضي مستمر بدرجع خطوة لورا اللي هي ماضي تام مستمر، لما يكون عندي ماضي تام هون نهاية السلسلة، هون ما في ترجيع، خلاص past perfect بضل زي ما هو. فإذا هي الفكرة إنه أي فعل مضارع بدي أرجعه للماضي، وأي فعل ماضي بدي أعمله ماضي تام. فهمتوا كيف الفكرة؟ هي باختصار، يعني باختصار عن هذول كلياتن، أي فعل بلاقيه بالمضارع سواء مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، مضارع تام مستمر، شو بدي أعمل فيه؟ بدي أعمله ماضي، بدي أرجعه لورا ماضي. المضارع بصير ماضي بسيط، المضارع البسيط ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، اللي هم الأشقاء اللي زي بعض. الآن أي فعل ماضي بدي أرجعه إيش؟ لرجعه لماضي تام. فالماضي البسيط بدي أرجعه لماضي تام، الماضي التام نفسه خلاص ما فيش بعديه إشي، الخطوة هاي مش موجودة. فإذا يعني هي السلسلة مضارع برجعه لماضي، والماضي برجعه لماضي تام، بس تمام بهذا الشكل. المضارع برجع لماضي، والماضي برجع لماضي تام، طبعا باختلاف الأزمنة المختلفة، تمام. طيب في هناك أشياء بدي أنتبه لها. أول شيء نكتب الفاعل مع مراعاة تحويله إذا كان ضميرا، وهسه راح نحكي عن الضمائر لأنه قلنا الضمائر تتحول.
نكتب الفعل بعد تغيير زمنه، لازم نغير زمن الفعل. نكمل الجملة مع مراعاة تحويل الظروف والضمائر إن وجدت. فإذا إحنا بنمشي يعني عند التحويل، المقصود هون لما بدي أحول الجملة أنا بدي أمشي فيها كلمة كلمة، بدي أشوف الكلمة اللي بتتحول بحولها، الكلمة ما تتحول بنزلها زي ما هي. فأنا بس بدي أشوف ضمائر بحولهن، ظروف بحولهن، أفعال بحولهن. تمام؟ تمام. لأن من الملاحظات الهامة، إذا كان الفاعل بتألف من أكثر من كلمة، بهذه الحالة نقوم بكتابة الفاعل كاملا دون تحويل. إذا كان أكثر من كلمة، تمام؟ يعني مثلا the government، هذا فاعل مكون من كلمتين، هون بكتبه زي ما هو، ما بتحولش. طيب إذا احتوت الجملة على كلمات ربط زي إيش مثلا؟ زي that، when، while، before، after، as، while إلى آخره، أو يكون نقطة أو يكون فاصلة. فهون بدي أنتبه أنه لازم أحول يعني شقي الجملة، يعني الشق الأول والشق الثاني لازم أحولهم أكيد. فأنا يعني بغض النظر عن هاي الأمور أنا بدي أمشي كلمة كلمة وأحول. شوفوا زي هون مثلا I will tell the truth as I'm alive. أول ملاحظة أنه في عندي هون فواصل، معناته هاي جملة إيش؟ جملة مباشر، معناته بالسؤال طالب مني أحولها لجملة غير مباشر. طب شو اللي بيأكد لي أكثر؟ بداية التحويل بتكون هاي كريم أو كارم said that، هون ببدأ التحويل. شو بدي أعمل أنا؟ بدي أبلش كلمة كلمة، ببلش بأول واحدة I. هاي I شو نوعها؟ هاي I ضمير، والضمير بتحول، فإحنا هون حولنا لهي، وبعد شوي بنحكي عن الضمائر. الآن في عندي will، هذا فعل، هذا الفعل ماله؟ فعل مضارع، هو من الأفعال المودلز، وهذا الفعل في المضارع، فأنا بدي أرجع خطوة لورا، بدي أعمل would، will الماضي منها would. tell بتظلها زي ما هي، ليش؟ لأنه بعد will أو بعد would الفعل بده يكون مجرد. ممتاز. the ما لها تحويل، truth ما لها تحويل، as ما لها تحويل. باجي هون على I، I ضمير بده يتحول، باجي بحوله لهي. ليش لهي؟ لأنه هون اللي بيحكي ولد، تمام؟ هون حولنا لهي لأنه اللي بيحكي ولد. أم هذا فعل من أفعال البي، وهذا الفعل مضارع، بدي أرجعه لوين؟ بدي أرجعه خطوة لورا للماضي. لأن شو الماضي من أم؟ الماضي من هواز. اللايف ما بتتحول، بنزلها زي ما هي. سهل الأمور، بسيطة جدا. بدي أمشي كلمة كلمة، فقط الثلاث أشياء اللي بتحولن بحولن في الجملة، أفعال، ضمائر، ظروف. ممتاز. لأن لازم أنتبه للضمير يو، هذا الضمير يو بعد شوي راح نحكي عنه، لأنه مرات هذا الضمير يو بيكون محل فاعل ومرات بيجي محل مفعول به، وهاي الشغلات حكيناها بالتأسيس. اليو هاي ممكن نستخدمها كفاعل، ممكن نستخدمها كمفعول به، فبالتالي لازم أنتبه لها. الآن يو يور ممكن يعود على المتحدث الثاني، الضمير I وMy وMe بعود على المتحدث الأول، برضو هاي الأشياء بدي أنتبه لها. طيب الآن تحويل المودلز، تحويل المودلز. طبعا المودلز اللي هي الأفعال المساعدة، هو نوع من أنواع الأفعال المساعدة أو مجموعة من مجموعات الأفعال المساعدة. لأن بشكل عام الأفعال المساعدة مثلا لما تيجي على الأفعال البي اللي هم am و is و are، هذول أفعال البي في المضارع، تمام؟ طبعا هاي تأسيس، أنا قاعد برجع التأسيس، فبما أنهم مضارع بدي أحولهم خطوة لورا للماضي. فالآم والإز بحولهم لواز، والآر بحولها لوير. طيب لأن هذول ماضي، لما بدي أحولهم لازم أحولهم لماضي تام، أرجع خطوة لورا. فالواز والوير لما بدي أحولهم، تمام، لما يكونوا موجودين في الجملة الأصلية بدي أحولهم لهاد بن اللي هو ماضي تام، هاد زاد فيرب 3، تمام؟ هاي ايش؟ هاي مجموعة البي. لأن مثلا مجموعة الدو، مثلا مجموعة الدو بما أنه صرنا نحكي، وهاي أشياء تأسيسية يعني مش لازم أحكي لكم إياها لأنها موجودة في دورة التأسيس، والمفروض أنا بفترض أنه خلص أنتم عارفينها. مثلا الدو والدز هذول في المضارع، لما يكونوا موجودين بدي أحولهم لديد، لأن did هاي بالماضي، لما بدي أحولها هون تصير had، والverb 3 اللي هو done، had done. فهمتوا كيف الفكرة؟ طيب باجي على المودلز، المودلز هذول في المضارع،
فبدي ارجعهم خطوه لورا لوين؟ للماضي. فويل بصير would، شل بصير should، كان could، may might، لان must to have to has to had to ought to تصير had to. الان هذول احنا اللي هو البي going to اخر قاعده بالمستقبل، am is are going to بتصير was or were going to. تمام، فلاحظوا احنا قاعدين بنرجعهم خطوه لورا خطوه لورا. الان الماضي منهم خلاص ما في تحويل بعديهم، ما في تحويل. الود ود شد شد خلاص بتنزل زي ما هي. تمام، فاحنا بس من بنرجع المضارع لماضي، الماضي بنرجع لماضي تام، ولكن هون ما في ماضي تام منهم، هذول ما في منهم ماضي تام. تمام، الان الشغله الثانيه اللي هي الضمائر، هذه الضمائر تتحول لما اشوفها في الجمله بدي احولها، بدكم تنتبهوا عليهم. الان هون في المباشر وهون في غير المباشر، يعني بعد التحويل. طيب الان في المباشر لما يكون في عندي الضمير اي بدي احوله يا اما لهي اذا كان المتحدث ذكر، او لشي اذا كان المتحدث انثى. الان اذا كان في عندي في الجمله الاصليه مي، هاي بدي احولها يا لهم اذا كان المتحدث مذكر، يا لهير اذا كان المتحدث مؤنث. اذا كان عندي ماي في الجمله الاصليه فبدي احولها يا اما لهز اذا كان المتحدث مذكر، يا اما لهير اذا كان المتحدث مؤنث. طيب نيجي على موضوع اليو. الان اليو زي ما حكينا ممكن تيجي في محل فاعل، وممكن يجي مكانها في محل مفعول به. لان الحاله الاولى لما تكون في محل فاعل، هون انا بحولها يا اما لاي او هي او شي او وي او ذي، حسب ايش؟ حسب الـ يعني المتحدث نفسه، حسب بداية الجملة شو بتكون موجودة. مثلا خالد سد، خالد سد، هون خالد معناته مذكر، ومذكر مفرد معناته بحولها لهي. لو كانت ليلى سد بحولها لشي. لو كانت مثلا the student said، هون بحولها لجمع وي او ذي. تمام، حسب. لأن الحالة الثانية لما يكون مفعول به في محل مفعول به، هم بدي احولها اما لمي او هم او هير او اس او ذم. فلاحظوا هذول هم ضمائر فاعل، هم اصلا ضمائر فاعل هذول، وهذول هم ضمائر مفعول به. تمام، ضمائر مفعول به. الان اليور لما يكون عندي يور في الجملة الاصلية، تمام، هاي الى ايش بدي احولها؟ يا اما ماي او هيز او هير او اور او ذير. من نحفظ ان هذول. لان الوي هاي لايش بدي احولها؟ الى ذي. الاص اذا كانت موجوده بدي احولها لذم، والاور بحولها لذير. فهذول هم الضمائر اللي بتحولوا، هذول الضمائر اللي بتحولوا في الجمله الاصليه، لازم انتبه لهم، لازم احفظهم، احفظ تحويلهم. تمام؟ تمام. طيب الشغله الثالثه اللي بتتحول اللي هي الظروف، في هناك بعض الكلمات والظروف لازم احولها. تمام؟ هون في المباشر وهون في غير المباشر. طيب في المباشر لما يكون في عندي this بدي احولها لذات، لما يكون في عندي these بدي احولها لذوز، لما يكون في عندي here بدي احولها لذير، لما يكون في عندي today بدي احولها لذات day، لما يكون في عندي tonight بدي احولها that night، لما يكون عندي yesterday امبارح اللي هو the day before. تمام، the day before. لما يكون في عندي tomorrow اللي هي بكرة، the day after. لما يكون عندي last وبعديها أي زمن معين، last month، last week، last year، last كذا، فبتتصير the كذا المحطوط. يعني إذا كانت مثلا last week بتتصير the week، the week before. تمام، إذا كانت last month the month before وهكذا. لأن next هون last قبل، هون next بعد، the next next month أو next week مثلا أو next year مثلا. تمام، هاي الحالة برضه بدي أحولها the after. لاحظوا هون before لأنه قبل، last لأنه هاي last قبل، وهون after بعد. تمام، حطوها بهذا الشكل. لأن now بدي أحولها لذن، وأجو بدي أحولها لبيفور. تمام؟ فإذا بالمختصر المفيد
القاعدة سهلة بسيطة، ثلاث شغلات بدي أحولها. الجملة تتحول من كلام مباشر لكلام غير مباشر. ممتاز؟ ممتاز. لأن لما بدي أحولها في عندي ثلاث شغلات لازم يتحولوا: الأفعال، أي فعل مضارع ماضي، أي ماضي، ماضي تام، الضمائر حسب الجدول اللي شفناه، والظروف حسب الجدول اللي شفناه. بدي أحفظهم هذول عشان لما أشوفهم في الجملة أحولها. لما بدي أحول، تمام، ببلش في الجملة كلمة كلمة، اللي بتتحول بحولها، اللي ما بتتحول بنزلها زي ما هي. طيب خلونا الآن ننتقل لمجموعة من الأسئلة الوزارية. هاي الأسئلة وردت سابقا في أسئلة الوزارة، تمام؟ شوف كيف بتيجي الأسئلة. الآن شوف السؤال الأول: Children go to the parks with their parents. في عندي علامات اقتباس، معناته هاي جملة تحويل، جملة كلام مباشر بنحولها لكلام غير مباشر، وهون التحويل يبدأ ب he said. بدي انتبه لهاي هي، انه هو اللي حكى هذه الجملة معناته مذكر. ممتاز. لما بلش فيها كلمة كلمة، children بتتحول؟ لا ما بتتحول، بتنزل زي ما هي. ممتاز. لان الكلمة الثانية go، go هذا فعل، تمام، وهذا الفعل فعل في المضارع verb 1، بدي احوله لفعل ماضي. لان ايش الماضي منه؟ الماضي منه اللي هو went. باجي هون to ما بتتحول، the barks ما بتتحول، تمام، with their parents كلها ما بتتحول، بكتبها زي ما هي إلى نهايتها. هيك بكون أنا أخذت العلامة الكاملة. شوف two. The trainees made satisfactory progress within the time allotted. باجي في عندي علامات اقتباس، هاي أول شغلة، تمام، معناته جملة تحويل. وهون لما حول the owner of the factory said، إذن اللي حكى مين؟ the owner of the factory، يعني صاحب أو مالك المصنع. طيب ممتاز. باجي ببلش كلمة كلمة، the trainees ما إلها تحويل، باجي بنزلها زي ما هي، the trainees. ممتاز. الآن made، هذا فعل، وهذا الفعل ماله؟ فعل ماضي، made بالماضي. لأن لما بدي أحوله لازم أحوله ل had زائد verb 3 اللي هي made، اللي هو حولته لماضي تام، من ماضي بسيط إلى ماضي تام، تمام، حسب القاعدة. لأن satisfactory progress within the time allotted، كلهن ما فيش إلهن تحويل، بنزلهن زي ما هن. 3 I have done all the exercises. لاحظوا علامات اقتباس مع جملة تحويل، وهون نبلش بشي اللي حكت هاي الجملة بنت، she said. شو حكت البنت؟ حكت I have، I have. فأنا لما بدي يعني أحول، أول شيء في عندي I have ضمير، وهذا الضمير حكينا يا بتحول يا لهي يا لشي. بما أنه اللي حكت الجملة بنت، معناته بدي أحوله لشي. وفي عندي هون إيش؟ عندي هون فعل اللي هو have done، هذا فعل ماله؟ هذا فعل مضارع تام. لما بدي أرجع خطوة لورا بدي أرجعه لماضي تام، ال have had، وضن اللي هي التصريف الثالث بتظل زي ما هي. all exercises ما لهم أي تحويل، بنزلهم زي ما هم. طيب 4 tam the richest أو am the richest woman in town. هون I am the richest woman in town. the woman said. لاحظوا اللي حكت الجملة بنت، امرأة، فال I هاي معناته بدي أحولها لشي. لأن في عندي هون am هذا فعل، وهذا فعل من أفعال البي في المضارع. شو الماضي منه؟ الماضي منه was، تمام. هون the richest woman in town كلها بتنزل زي ما هي، ما لها أي تحويل. 5 the English language examination has 4 parts. he said اللي حكى الجملة واحد، تمام. the English language examination كل هاي ما لهن تحويل، لأنه لا فعل ولا ضمير ولا ظرف. باجي هون عند has، هذا فعل، هذا فعل في المضارع. شو الماضي منه؟ الماضي منه had. four parts ما فيش لهن تحويل، بنزلهن زي ما هي. فلاحظوا يعني كل هاي الجملة، تمام، بس has صارت had، بس فعل. ممتاز. number 6 food from other countries can carry disease. he said. لاحظوا اللي حكى الجملة واحد. لأن food ما لها تحويل، from ما لها تحويل، other ما فيش لها تحويل، countries ما لها تحويل. لأن can هاي فعل بالمضارع، صح؟ بالمضارع. شو الماضي منها؟ الماضي منها could. لأن
كان أو كود لازم الفعل هذا اللي يجي بعديها لازم يكون مجرد، فبالتالي بخليه مجرد كان زي ما هو. ديزيز برضو ما إلها تحويل، ففقط كود الكان بصير كود. 7. I'm typing the question paper. He said that. لاحظوا اللي حكى الجملة واحد، فحكى I معناته بحولها لهي لأنه مذكر. الآن I'm typing هاي شو؟ هاي مضارع مستمر بحولها لماضي مستمر. طيب الآن شو بحولها؟ بحولها لواز، وتايبين تظهرها زي ما هي طبعا لأنه مضارع مستمر بصير ماضي مستمر. الآن ذا ما لها تحويل، question ما لها تحويل، وبيبر ما لها تحويل. 8. Maha must visit Amra Castle with us. My cousin said. لاحظوا الحكى الجملة my cousins. My cousins. بننتبه لهاي الشغلة. My cousins. جمع. لأن هون Maha said. Maha أول شيء ما بتتحول. بنزلها زي ما هي. هاي Maha. تمام. Must. لأن must حكينا. لإيش بحولها؟ بحولها لهاد. To. بعدها بيجي الفعل مجرد، فهذا الفعل ما راح أغير عليه إشي. انتبهوا لهاي النقطة مهمة. هذا الفعل بعد المودلز دائما بيكون مجرد، وهي أشياء حكيناها زمان، حكيناها بالفيديوهات السابقة. قلنا بعد المودلز الفعل يبقى مجرد، بعد دودلز ودد الفعل يبقى مجرد، فبالتالي هذول ما تحولوهن، لازم يظل مجرد. عامرة كسل ما بتحولن، with ما بتتحول، لأن أص هاي أص ضمير. شو رأيكم بتتحول ولا ما بتتحول؟ My cousin said Maha had to visit us. الآن أص تتحول ولا ما بتتحول؟ شو رأيكم؟ طبعا أكيد أص بدنا نتحولها، بنحولها لذم، تمام، لأنه ضمير وحسب الجدول حكينا تتحول لذم. طيب My father to me, you may study science at the university but you may not become a scientist. من هون ببلش التحويل. My father said. إذن اللي حكى الجملة My father. تمام. You هو بخاطبني، هو حكى لمين؟ حكى إلي. لاحظ My father to me، حكى إلي. طيب ممتاز. إذن My father said. اليو هاي لإيش بنحولها؟ هون اليو هاي شو مكانها؟ مكانها فاعل، صح؟ تتحول هي وشي وآي إلى آخره. لأن أبي شو حكى؟ حكالي، خاطبني يو، معناته that I، تمام؟ that I، المي تصير might، تمام؟ إذن my father said that I might، لأنه هون خاطبني أنا. I might هون study بتضلها زي ما هي لأنه لازم يكون الفعل مجرد. science ما بتتحول at the university و but ما بتحول، لأن الآن ال you هون but you may not become. you هون برضو منحولها ل I وال may منحولها ل might، تمام، والبقية هون بتنزل زي ما هي بدون أي مشاكل. 10. The manager Samir, you must go with us at the proper time. لأن المانجر حكى لسمير، تمام؟ فthe manager told Samir، قال له سمير، هاي بنزلها زي ما هي، you، الآن هون بخاطبه، بخاطب سمير، فبالتالي لإيش بدي أحولها؟ بدي أحولها لهي. الآن he، تمام؟ الآن must بنحولها لها to، go بضل مجرد زي ما هو، الآن with ما إلها تحويل، تمام؟ وأص حكينا نحولها لذم، و at the proper time ما لها أي تحويل، تنزل زي ما هي. طيب 11. جمانة we are trying to decide on how to spend time. جمانة said، تمام، لأن حكت الجملة جمانة، أوكي، لأن شو حكت بالأول؟ حكت we، تمام، هاي we ليش بحولها؟ بدي أحولها لذي. طيب هون في عندي are trying أو are trying. are trying اللي هي مضارع مستمر، بدي أحولها لماضي مستمر. الآن they شو بناسبها؟ بناسبها where، وهون trying عشان تصير ايش؟ ماضي مستمر، من مضارع مستمر الى ماضي مستمر. to decide on how to spend time كلهم ما لهم تحويل، بنزلهم زي ما هو. لاحظوا هون الفعل هذا، ممكن حدا يجي يقول لي هذا الفعل decide، هذا فعل verb 1، لكن هون وين اجى؟ اجى بعد to. دائما بعد to الفعل بيظل مجرد زي ما هو، فبالتالي ما بحوله. فهمتوا كيف الفكره؟ طيب 12. Mom, I have been working in the garden all the morning. تمام؟ سامر told. سامر told. سامر أخبر. أخبر مين؟ أخبر أمه. فبالتالي لازم هون أكتب his mom. تمام. سامر told his mom. I. الآي هاي عمين بتعود على سامر. فبالتالي he.
لأن have been working. لاحظوا have been working مضارع تام مستمر. فبدو يصير ماضي تام مستمر. الآن have تصير had وباقي العناصر تظلها زي ما هي. Working. ممتاز. لأن in the garden all the morning كلها هاي تنزل زي ما هي بدون أي مشاكل. طيب. 13. I'm looking after my little brother. الآن مها said that she. لاحظوا محاولين لنا I لشي مباشرة. الآن هون am looking مضارع مستمر بده يصير ماضي مستمر اللي هو was looking. ممتاز. الآن after هون في عندي my. الماي هاي بتعود على مين؟ على مها. تمام. ليش بدي أحولها؟ she was looking after. طبعا حطنين هون after. بعدين الماي هاي بدي أحولها لهير. تمام. little brother بخليها زي ما هي بتنزل زي ما هي. تمام. الآن جملة 14. The engineers are going. The manager said. الآن اللي حكى الجملة the manager. حكى the engineers. هاي بنزلها زي ما هي. ما لها تحويل. Are going to design. لاحظوا. Are going to design. He be going to. زاد فعل مجرد. الآن دحولها لماضي. الـ are تصير إيش؟ بما أنهم engineers تصير where. لأنهم جمع. هون going to design تنزل زي ما هي. The new highway. Next month. هاي لها تحويل. اللي هي the following. The following month. تمام. تمام. لأن next month إلى تحويل اللي هو the month. حكينا the month after. ممتاز. طيب. My mother will celebrate her birthday next weekend. لأن رامي said that. لأن حكى الجملة اللي هو رامي. حكى my. الآن هاي ماي بتعود عرامي فبالتالي بدي أحولها لهز. ماذر ما لها تحويل. ويل هاي بدها تصير وود لأنه مضارع بده يصير ماضي. سيليبريت تظلها زي ما هي لأنه بعدها مجرد. تمام. ممتاز. هير بيرث داي نيكست ويك إند. إذن ستحتفل بعيد ميلادها. تمام. إذن ويل سيليبريت هير birthday next weekend اللي هو the week and after next weekend the weekend after. تمام. طيب جملة 16. بحكينا the students are very happy about the English exam in my school. تمام. The English exam in my school. طيب هون بحكينا صفوان said that. تمام. اللي حكى الجملة صفوان. لأن the students ما بتتحول تنزل زي ما هي. الآن are هاي بالمضارع بتتصير where في الماضي. Very happy ما لها تحويل. About the English exam ما لها تحويل. In my هون لها تحويل اللي هو his. تمام. His school. لأنه صفوان مذكر. تمام. 17. I was writing my English assignment when you called. يوسف told منى that. لأن يوسف اللي حكى الجملة حكاها لمنى. حكى I. I بتعود على يوسف معناته هي. الآن هون في عندي إيش؟ was writing اللي هو ماضي مستمر. بدي أحوله لإيش؟ لماضي تام مستمر. ال was تصير had been زي ما شرحنا. وهون writing بخليها زي ما هي. ممتاز. My. تمام. هذا ضمير يتحول اللي هو his لأنه يعود على مين؟ على يوسف. ويوسف مذكر. English assignment when you. لأن you هاي عايدة على مين؟ هاي you عايدة على منى. ومنى مؤنث. تمام. When you called. When she تتحول لشي لأنه مؤنث. وهون called ماضي يصير had called. لاحظوا الجملة دسمة هاي. هاي الجملة جملة دسمة فيها يعني معظم الأشياء اللي فيها تحولت. معظمها تحولت. تمام. ممكن كلمة واحدة بس أو كلمتين ما حولناهم. تمام. أوكي. الآن جملة اللي بعديها. جملة بعديها لجملة 18. You should visit the historical sites in your country. تمام. الآن I told him. أنا خبرته. You. تمام. هون أنا بخاطبه وبخاطب واحد مذكر معناته he.
should ما لها تحويل و visit ما لها تحويل. should visit بينزلوا زي ما هم. the historical sites زي ما هم. in زي ما هي. لأن your هاي تتحول بباني بحكي مع مذكر بحولها ل his. و country بخليها زي ما هي. إذن he should visit the historical sites in his country. ممتاز. 19. I have been working very hard in the office. مروان said that. لأن الحكى الجملة مروان. تمام. I الآي تصير هي لأنه مروان. ممتاز. لأن have been working هاي مضارع تام مستمر تصير ماضي تام مستمر. ال have بخليها had. و been working بنزلها زي ما هن. ممتاز. Very hard in the office كلها ما لها تحويل بنزلها زي ما هي. We will prepare a presentation about the usage of solar power in the area. سهل هاي. The students said, لاحظوا اللي قال الجملة the students جمع. We will prepare يعني سوف نجهز. سوف نجهز. تمام. الآن الوي هاي لإيش بنحولها؟ الوي بنحولها لذي. تمام. they. الويل تصير would بالماضي. prepare تتنزل زي ما هي لأنه مجرد لازم تكون مجردة. Presentation about the usage of solar power in the area كلها بتنزل زي ما هي ما في لها تحويل ولا كلمة بتتحول. طيب many parents have passwords to monitor their children surfing certain websites. تمام. هو مستر خالد اللي حكى الجملة. حكى many parents بنزل زي ما هني ما بتحول إنش. Have هاي بالمضارع بتصير ماضي had. Passwords ما لها تحويل. To monitor ما لها تحويل. Their تمام. Their children their children's surfing certain websites. الآن هون قلنا حكينا had passwords to monitor their ما لها تحويل children surfing و certain websites كلها ما لها تحويل. فقط احنا had بنحولها لهاد و يعني خلص بناخذ العلامه كامله. فزي ما شفتوا احنا بنمشي في الجمله كلمه كلمه. اللي بتتحول بحولها، اللي ما بتتحول بنزلها زي ما هي وكان الله بسر عليما وباخذ العلامه كامله. طيب لان هون في عنا الاجابات على هذه الجمل اللي حكيناها. تمام. لان هون في عنا اسئله اضافيه. تمام. هسه هاي الاسئله الاضافيه زي ما انتم شايفين هون في عندنا مجموعه من الاسئله تقريبا 24 سؤال. هاي الاسئله للتدرب لان هذول الاسئله انا بدي اتركهم في البدايه لكم تتدربوا على القاعده. بعدين ان شاء الله بحصه الزوم الاسبوعيه او في البث المباشر بنحلهم مع بعض كنوع من التدريب. تمام. لأن هون في عندي بـ student book صفحة 10 في عندي يعني جمل مطلوب تحويلها. مثلا many computers have filters which stop seeing certain websites. فلاحظوا he said that. تمام. لاحظوا many computers ما بتتحول. ال have هاي تتحول تصير had. تمام. filters which stop seeing الآن which stop الآن هون هذا الفعل فعل verb 1 فبدي أحوله ل verb 2 stopped. People seeing certain websites كلها ما لها تحويل. If they share information on social media كذا كذا. He said that هو حكى. If ما لها تحويل. They ما لها تحويل. Share هذا verb 1 فبدو يصير إيش؟ Shared verb 2 ماضي. Information ما لها تحويل. On social media with their friends كله ما له تحويل. It might ما له تحويل. Be ما لها تحويل. Accessed it might be accessed by other people كله ما له تحويل. فقط share بتصير shared. On social media you should only كذا كذا كذا. He said that. تمام. On social media ما فيش تحويل. ال you هاي في لها تحويل تصير they. تمام. لأنه he said that you should that they should they should. تمام. You should only connect to people لازم أنت ترتبط مع الناس. You should only connect. لاحظوا should ما بتتحول. Connect ما بتتحول. To people. الآن you won't see they. لأنه ضمير. No will. ما فيش إلها تحويل. تمام. هون هذه الجملة جملة إيش؟ جملة يعني زي تقديم نصيحة. You should only connect. يجب أن يعني تتواصل مع الناس اللي بتعرفهم على السوشيال ميديا.
فهون هو بحكي بشكل عام، هون لما خاطب يو هو ما خاطب واحد، هو خاطب مجموعة من الناس. هسا الفكرة بيو شو هي يا جماعة الخير؟ احنا حكولنا انه يو بتيجي مكان فاعل بتيجي مكان مفعول به. يو بحد ذاتها هي ضمير مخاطب، هي بتحتمل خمس أنواع من المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. فهي بتحتمل مفرد وبتحتمل جمع. هون لما خاطب هو خاطب مجموعة، خاطب يعني بعطي نصيحة عامة لكل الناس إنه لازم أنتوا ما تتواصلوا مع الناس اللي ما بتعرفوهم. Later we will give you our dear listeners إلى آخره to find he said that. لا later ما في لها تحويل. الوي هاي تتحول لذي، will تتحول لود، تمام. You we will give you. مين هم اليو؟ اللي هم listeners، تمام. هيها our dear listeners، تمام. To give the listeners معناته information، تمام. About websites where you، هون ال you بتتحول لأنه هذا ضمير بتحول، they بصير، تمام. Can تتحول بتصير could. Fine طبعا ما لها تحويل. More website on the internet، كل هاي ما بتتحول، تمام. نفس الشيء في صفحة 11 برضو في عنا مجموعة من الجمل، تمام. وهاي التحويل تبعهم. وبالاكتيفيتي بوك ايضا هون في عنا مجموعة من الجمل كلها وردت في الكتاب، وهذا التحويل تبعهم، تمام. التحويل تبعهم موجود كله بنفس الطريقة، كله احنا بنمشي على نفس السيستم. يعني بالاول انت عشان تفهم وتحفظ القاعدة مزبوط بدك تعرف انه انا فقط بحول ثلاث اشياء زي ما شفتوا زي ما حلينا. احنا بس بنحول ثلاث اشياء، يا افعال يا ضمائر يا ظروف، باقي الاشياء بتنزل زي ما هي. فانت بدك تحفظ الثلاث شغلات هذول، بدك تحفظ انه الافعال المضارع ماضي، الماضي ماضي تام، الضمائر الجدول، والظروف الجدول، بس بتحولهن وبتاخذ العلامة كاملة. وزي ما شفتوا اسئلة الوزارة يعني معظمها اسئلة يعني خلينا نحكي بدناش نحكي سهلة، متوسطة، الكل ان شاء الله بيقدر يحلها بكل سهولة وبساطة. زي ما خبرتكم قبل شوي التمرين الإضافي 24 جملة حاولوا تحلوهن أنتوا لحالكم، ابعثوا لي الحل وإن شاء الله في حصة الزوم أو في البث المباشر بنشرحهن ومنحلهن مع بعضنا البعض. هيك بنكون خلصنا درس اليوم، إن شاء الله يكون درس ممتع وشيق ومفيد لكم كلياتكم. إن شاء الله بنلتقي في شرحات قادمة. الله يعطيكم العافية.